بونسوار اتوس. دائما في اطار التنشيط، فاهلا بكم وسهلا. بطبيعه الحال فالموضوع هو موضوع التمدرس عبر التلفزه او تلفزه التمدرس. ولنطرح سؤال: هل التعليم عن بعد يجدي ولو مرحليا؟ نعم، التعليم عن بعد يجدي ولو مرحليا. ما تأثيره على المساواة في التحصيل؟ ما مخلفات، لا أقول موجودة الآن، بعض السلوكيات المشبوهة على سيكولوجية الطفل بطبيعة الحال؟ ونخليكم لأترككم مع الموسيقى. مي شير بونسوار، توجور لو تيم سي لونسينيومون ا ديستانس، سيز انكونفينيون اي سيز افونتاج اوتوماتيكمون سو لو كونفينمون. اي بيان سور سيت ان سوجي بور لو ماروك، باسكو ان فرانس ايا لانترنيت ايا ديفيرون شوز. Au Maroc, c'est une difficulté et une large majorité qui n'ont pas accès à cette technologie d'Internet. L'idée, c'est de créer des chaînes TV pour chaque région ou chaque préfecture automatiquement. Et je vous laisse avec la musique en attendant. C'est de la musique automatiquement d'aujourd'hui. Toujours, on essaie de créer, on essaie de donner toujours de la nouveauté. On n'est pas une chaîne clonée, non. On va parler largement de mon idée, donc restez à l'écoute. Je vais vous passer automatiquement la musique d'aujourd'hui. C'est de la création, de l'impro. En attendant qu'il y aura deux mondes par pour intervenir, de toute façon je vais continuer mon idée, parce que lorsqu'on croit une idée, on croit sûrement qu'elle n'est pas un danger public, on essaie de l'éclaircir. Et merci. اولا، ما علاقتي بالموضوع ديال التمدرس ومن اكون حتى ابدي رايي او فكرتي؟ سؤال مشروع ومن حق اي واحد يتسائلو، وبالخصوص ان الميدان ديال التعليم فهو ميدان مقدس.
فإذا قالوا قم للمعلم وفيه التبجيل، أنا أقول قم بالمعلم وزده تبجيلا. نعم، فأولا كلنا دزنا من المدارس وبالطبع، ولكن لم تكن لنا كلنا حقوق حدود ليس حقوق، لأن بالطبع في الفترة ديال الستينات ديال السبعينات بالضبط كان كل شيء عنده حقوق في التمدرس ومساواة في التمدرس، وكان مستوى ديال التمدرس عالي ويشهد به، هذه من جهة. وحنا من ذاك الجيل اللي ما صابوش حدهم باش يكملوا، إذا كولنا راسنا بيدينا اولا كشخص، ثانيا مع علاقتي بالتمدرس والعلم الجامعي. فعلا انا كناشط جمعوي اسس جمعيه الاحلام للفنون الجميله، يعني وخدمنا في هذه كانت سابقه يمكن لبعض الجمعيات، اننا خدمنا وسط مدرسه ومع الترحم للسيد المدير ديال داك المدرسه اللي كانت تجايبه ديالنا، وكانت يعني تجايبه هادفه في العمل الجمعوي في الخصوص وفي العالم التربوي، لان بالقرب كشخص لرجال التعليم من اصدقاء من اسره من محيط، يعني عرفت مشاكل التعليم، عرفت ولو ان ليست لي شواهد في الديداكتي. فإذن كاجتهاد شخصي خدمت على فكرة رفع جودة التعلمات عن طريق الملكات وصقل المواهب، وفعلا يعني التجربة نجحت شيئا ما، نجحت في واحد المدة قصيرة، لأننا استطعنا نأطروا ربما أقسام مختلف المستويات من جهة، لا المستويات التعليمية ولا كذلك حتى المستويات الشرائح الاجتماعية، هذا من جهة. خدمنا على ثلاثة الورشات اللي يمكن تنجح بهم هذه المسألة ديال رفع جودة التعلمات عن طريق الملكات وصقل المواهب. أولا ورشة المسرح، ثانيا ورشة الموسيقى، ثالثا ورشة الفن التشكيلي، وربما هناك ورشات أخرى. هذا من جانب، وقدمت بحث يمكن أنا لم تكن لي الكلمات التقنية باش نسوق الأفكار، لأن التكوين ليس بالطبع أكاديمي، فتجربة بقات تما، هذا من جهة يعني. وثانيا يعني هذه التجربة ديال الحضر الصحي عطات واحد المفهوم اخر للانسانيه، عطات خصنا نفكروا في الاخر كيف ما كان مختلف الشرائح. وبالطبع يعني هذه الاجتهادات اللي كيقوموا بها ناس التعليم يعني الاساتذه ولا الدكاتره بمختلف الشرائح ديالهم مختلف المواقع ديالهم باش يوصلوا العلم، ولكن واش يصل العلم للجميع؟ هذه من جهه. من هنا انبثقت لي هذه الفكره، فكره تاسيس محطات تلفزيه ارضيه لا تي ان تي لكل مندوبيه اقليميه، يعني لكل مستوى. الى قلنا المستويات غادي نبداو حتى الباك، يعني هنا لان الجامعه وما والتخصصات كتبقى هذيك مساله اخرى. ما التعليم يعني من الابتدائي وما شابه الى الباك، اذا هنا غتكون دروس لكل ماده، وغادي يكون تناوب الاساتذه هنا في يعني في ازمات، ولا لان لا نعلم هل سيعود سنه اخرى وهل هناك مخاطر اخرى، كتنبو كوقايه وبريفونسيون قبل كل شيء يتقاموا. ويعني اولا غادي تثبت على الارضيه، يعني غتكون جميع شرائح المجتمع، لان هذا غادي يكون واحد المشروع اللي هو ديال المجتمع كامل. اولا
يعني كل شيء يقدر يتبع الدروس، لا معليش بحال الأمية اللي من له الإرادة في التعلم سواء بمختلف، هذه من جهة، يعني إلا تقدرت على الأمية يعني تشطبات غتقل الجريمة بزاف د الحوايج، وغادي ويعني غادي هنا حتى الأستاذ، حنا ما كنقولوش هنا غادي نحيدوا الأقسام ولا لا، تبقى المدرسة دائما المدرسة الموقع ديالها والأساتذة مهما بلغوا في العدد ديالهم ما كافيش، هنا يقدر واحد تقل على الأستاذ يخفاف، يبقى الأستاذ يعني عنده داك الناس اللي صعاب، يعني اللي عندهم حالات خاصة واللي خصو هنا باش كيكون واحد كل شيء على قدر المساواة، حتى في التحصيل بمختلف القدرات الفهمية ديالهم، يعني هنا كيك تكون واحد المواكبة، حتى الآباء كيدخلوا اللعبة، حتى هما كيدخلوا كيرجعوا حتى هما كمراقبين، كترجع الهيمنة الأسرة على الطفل، ماشي ديما الهيمنة نقول أن الطفل خصو يتخنق، لا، الطفل كبروا في دماغه. شكرا الحاج باوي، السلام عليكم استاذ، كذلك فالطفل اذا كبرتيه ماشي تكبروا هي تفشو حتى تفقد السيطره عليه، لا كبروا في دماغه، خاطبوا بواحد الاسلوب الكبار، ماشي تحرق له تسرق له عاوتاني الطفوله ديالو ما تخليهش حتى يلعب، لا، العقل الادمي كما كان كيستوعب المعلومه كما كانت، غير العقل في واحد الوقت يعني النضوج ديال النضوج داك المعلومة ربما كيفهم حتى من بعد، الدليل أن لنا ذكريات مع معلومة جد خاصة ومازال كنتذكرها في هاد يعني في مختلف، يعني هذه قدرة أن العقل البشري بحال واحد الباتري ديال الطوموبيل كيتعبأ، يقدر ما يعطيش داك الطاقة دابا، ولكن ملي كيوصل له الوقت لا إراديا كتخرج داك المعلومة، يعني كتفيدو في أي وقت، هذا هو يعني الطفل أعطيه أي معلومة اللي تكون وتعرف توصلها له طريق الخطاب هي كل شيء، يعني كي توصل له المعلومة هذه من جهة، وهذه يعني بيداغوجيا كيعرفوها الأساتذة، ولكن واش الأساتذة كلهم كيعاملوا أي طفل على حدة ولا كيعاملوا العرام كله بحال بحال، لهذا فنرجعوا للقناة التلفزية باش ما نمشيش بعيد، ف يعني التلفزة المدرسية غادي يكون عندها النفع، وهي دعوة باش حتى المجتمع غادي يتفتح أكثر، باش ما يكونش غير بعض الخطابات اللي سائدة وبعض يعني ربما تنقل في ذاك المحط حتى أنشطة التلاميذ مسرحيات ما يشجع حتى ذاك الطفل ولا النشأ على العطاء أكثر، هذا كتحفيز يعني، وأنا أعتذر وغادي نخليكم مع الموسيقى ونعود، وهي بالطبع موسيقى من تأليف اليوم قد تكون فيها دي فوس نوت يعني نوت ولكن ليست نشاز به، فأحاول أن يكون هناك تنوع حتى في الموسيقى، ولو أنها قد تأخذ نمط واحد، يعني أمشي للهادئة طبعا ما شيء ما.
نجي نتكلم على التكلفه. طبعا ليس التكلفه خياليه تعداش كتمشيش للمرايا ولا ربما ما غاديش تتعدى حتى بعد الملايين ديال السنتيم. وقعدنا نابروفيه الى كانوا الناس المسؤولين، لان هادو هاد المساله ما خصهاش تعطى لمن ولا، لان هاد المسؤوليه قبل كل شيء واعي بهاد المسؤوليه ما نعطيهاش لاي كان. لا، فاما الاداره محترمه كوزاره التعليم، وانا تحت عن اشارته بالتكوين 60 يوم ساكون تقنيين في البت، تقنيين تقنيون في البرمجه. وبالطبع نعلم ان الانفراستركتور موجوده، بالطبع خصو دي ترانسميتور اللي التكلفه ديالهم ما كتعداش بزاف. فاذا كفكره، وانتظر تفاعلكم واترككم مع الموسيقى بطبع الحال. فعلا لمن يريد ان يطرح اي سؤال سواء على الهواء مباشره بالصوت بالصوره، فنحن راه الاشاره. بالطبع ليس هناك ضيف اليوم، فاحاول الاتصال مع عده فنانين عده شخصيات، لذا فاقوم بهذا التنشيط، فهو دائما تنشيط تضامني. واخا انني كذلك عملت في دومين لانيماسيون بيريسكولير، يعني سيكولوجيا الطفل بخصوص التعليم اعلمها. وبالفعل قدمت البحث ديالي للنائبه ديال وزاره التربيه الوطنيه الاقليم الحاجب، وقالت سيكون هناك قسم بروتوتيب، ولكن لم ابحث و أينما قال البحث وأين، ولكن هذه الحقيقة. toujours on va passer au français. mon idée c'est de créer des chaînes TV terrestres, la TNT de scolarisation, dans chaque préfecture, bien sûr du Maroc. C'est pas trop cher pour les fournitures, aussi pour la formation. Je m'engage devant tout le monde pour former des techniciens de diffusion ainsi de programmation dans une période qui ne dépasse pas 60 jours. Et c'est comme ça. Pourquoi j'ai pris cette initiative? Oui, c'est, nous sommes sous le confinement à travers le monde. L'éducation se fait de loin, la téléscolarisation, surtout avec le net. Mais est-ce que tous les élèves ont accès à l'Internet? Est-ce qu'il y a une égalité au domaine de l'enseignement, au domaine de la perception et de la conception des leçons pour dans cette période? C'est pourquoi l'idée de créer ces chaînes TV terrestres à travers toutes les préfectures ou toutes les délégations, et c'est pas coûteux, et ça va rapporter gros avant tous ces
Il va diffuser des leçons de chaque niveau et de chaque matière par des différents enseignants qui font le tour de rôle selon un ordre quelconque. Il y aura aussi une diversité dans la méthode chaque enseignant automatiquement fait sa leçon de sa méthode, donc il y aura un bénéfice pour toute la société, même qui sont en arrêt de scolarisation, ils peuvent continuer. C'est comme ça, l'analphabisme sera éradiqué, ainsi que tous les maladies sociaux qui se présentent, les crimes et tout. Et sera plus économique aussi. On ne sait jamais si cette situation va se répéter ultérieurement ou non. Donc c'est mieux de prévoir. C'est comme ça. Donc je vous laisse toujours avec la musique. En attendant, s'il y a un intervenant, la chaîne est à votre disposition. Si on est fautif, il faut le dire, il faut critiquer, il faut dialoguer. On vous attend. ننتظر تدخلاتكم، فنحن هنا بانتظار تدخلاتكم، فأتمنى أن تكون الفكرة قد توضحت أكثر، فهي قابلة للتطبيق وليست خيال أو حلمة عابر سبيل أو حلمة صغار. إنها قابلة للتطبيق لا على الصعيد التقني ولا على الصعيد المالي ولا على الصعيد المنهجي، فليس هناك مستحيل أبدا. Il n'y a pas d'impossible. C'est une idée praticable. Il est bon. Et ce n'est pas de l'imagination de la science-fiction, elle est praticable, et il faut bien se pencher dessus. C'est vraiment une idée et ce n'est pas un rêve
du mirage ou quelque chose comme ça. بالطبع فنحن كقناة عصامية لا نملك بوسائلنا البسيطة ليست لنا مقدمة برامج أو منشطة، فحتى أنا أعاني من فطبيب الأسنان لا يمكن زيارته أثناء الحظر لهذا، ففمي بقي بدون أبواب. ولكن لا أخجل، فهي محنة وكلنا نتعبأ من أجل الآخر، فطوبى للذي يعمل من أجل الآخر، الذي يعطي والذي يؤازر. فتحية للجميع ونبقى مع الموسيقى. نعود من جديد. هل التعليم عن بعد
يجدي والعمر حاليا ما تأثيره على المساواة في التحسين؟ ما مخلفاته بعض السلوكيات على سيكولوجيا الطفل؟ فأتمنى بالطبع تفاعلكم وأعيد التعليم عن بعد يجدي ولو مرحليا ما تأثيره على المساواة في التحصيل؟ ما مخلفات بعض السلوكيات المشبوهة؟ أنا لا أقول أنها موجودة، بعض السلوكيات المشبوهة على سيكولوجيا الطفل. فأتمنى منكم أن تتفاعلوا بالطبع ودائما في انتظار مداخلاتكم. فأهلا بالجميع، القناة قناة الجميع، قناة الإنسان، قناة التضامن. ودائما محور الحلقة هو مدرسة التمدرس. مدرسة التمدرس بين ما يمكن يعني المحال وبين السراب والخيال، فهي ليست فكرة حلمة ولكن قابلة أن تطبق على أرض الواقع بأقل تكلفة، لا ليست بتكلفة الملايير، بأقل تكلفة وتعمم الاستفادة على عامة الأطفال، على عامة من يريد أن يتعلم في العلم والنور. ومن هذا الإيمان انبثق الفكرة وبالطبع. ف الحالة الراهنة مرحلة ظرفية، ولكن ليطرح التساؤل: هل لا تعيد نفسها أو هناك ما هو قادم لا يعلم إلا الله؟ فإذا كمسألة وقائية أطرح الفكرة وأنتظر، فهي فكرة قابلة للتطبيق، ليست خيال، باستطاعة تكوين مهندسي بت، مهندسي برمجة بالطبع في إطار البت وما يحيط به من التريتمون دو فيديو ديماج غرافيزم، كل ما يتعلق بالمسألة في ظرف 60 يوما، 2 mois. En alternative, tenao, صبح l'effet A, ou derrière l'effet A, في الظرف شهرين أو أقل، يستطيعون الوقوف على أرجلهم والبت، وبالطبع ستعمم الفائدة، فهي فكرة لا تدور، à consommer sans modération.
temps de vous dire au revoir. Et il n'y avait pas des intervenants. لم يكن هناك متدخلون فبالطبع منذ ما يقارب الساعة وأنا أبت. إذن شكرا لمن تابع هذه الحلقة وأتمنى أن أكون على الأقل لست هذه الأمر.